معنا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحلة. يا كابتن صابر صباح الخير، مباراة كبيرة اليوم أمام البنك الأهلي، بهنيكم على الأداء وأنا عارف أن أنتوا دايما هدفكم الفوز والثلاث نقاط، بتشرف وتنور يا كابتن صابر دايما. صباح النور كابتن كريم، ربنا يخليك والله يرحمك. النهارده الحمد لله كابتن، النهارده كانت مباراة صعبة. طبعا ماتش صعب جدا، كان المباراه صعبه جدا. اولا انت عارف طبعا وضع البنك الاهلي في الجدول، كان يعني طبعا الوضع صعب. ثاني حاجه ان احنا المدير الفني اللي كان ماسكنا من 3-4 اسابيع هو مدير فني البنك الاهلي، صح، في حافظ الفرقه. فكان الماتش صعب جدا، حتى الناس اللي هم كانوا شغالين معانا اللي هم المحلل الاداء والمدرب اللياقه كانوا موجودين معانا من حوالي 3-4 ايام واتنقلوا طبعا للبنك الاهلي، فكانت دي يعني صعوبه المباراه في الجزئيه دي يعني. صحيح. المباراه النهارده حسيتها ان هي ممكن تروح في اي لحظه؟ والله هو بص كابتن كريم، يعني احنا لعبتنا الحمد لله، يعني الشوط الاولاني كان عندنا استحواذ اكتر، ورغم كده دخل فينا جول في اول الماتش والحمد لله قدرنا نتعادل. الشوط الثاني برضه نفس الحكايه، ان جا فينا جول والبونت بقى جا، يعني هي حلاوه البونت ان هو جا في الوقت الضايع، في الوقت الضايع. ان احنا كنا نتمنى ان احنا ناخد الثلاثه بونت، انما الحمد لله يعني النتيجه تعتبر يعني عادله بصراحه. صحيح. واحد من اهم الركائز في الفريق هو عبده يحيى، عبده يحيى ينتقل اليوم الى النادي المصري، مدى تاثير غيابه عن الفريق فيما تبقى من الموسم؟ هو عبد يحيى من اللعيبه طبعا المميزين جدا، واحد من اولاد النادي، يعني لعيب مميز جدا بالنسبه لنا. هو طبعا عبده جاله عروض كتير جدا يا كابتن كريم، والولد طبعا انت عارف كل اللعيبه الصغيرين دول بيبقوا عاوزين يأمنوا يعني مستقبلهم. هو احنا عشان عبده يبقى مستريح نفسيا طلعناه اعاره لمده 6 شهور ان هو يستفاد ماديا الفتره ديت ويرجع لنا تاني ان شاء الله في بدايه الموسم الجديد. يعني هو العاده ما فيهوش بند شراء من المصري لو طلبه؟ في هو في بند شراء، بس طبعا احنا المتحكمين في الامور يعني. يعني ان شاء الله باذن الله ان عبده يعني يقدر يعني يعمل حاجه للمصري ويعمل حاجه لنفسه يعني. صحيح. طيب سمعنا ان محمد بازوكا النهارده بعد المباراه حصلت له حاله اغماء، هل الكلام ده مظبوط؟ والله هو من المجهود الكبير اللي هو عمله، يعني حصل له حاله اغماء ويعني فتره حوالي 3-4 دقائق كده. بس الحمد لله يعني هي كانت بس هي اجهاد من المباراه، انما الحمد لله وضعه الحمد لله. بس ما اتنقلش مستشفى ولا حاجه عشان قرينا خبر؟ لا الحمد لله يعني عندنا الدكتور، هو الدكتور خالد الجميزي هو اللي يعني عمل له اسعافات اوليه كده والحمد لله يعني. الحمد لله. هل صحيح ان انتوا طلبتوا مالك اوفونا من نادي اسوان على سبيل الاعاره؟ لا خالص ما حصلش الكلام ده، مش مظبوط. لا خالص. طيب غزل المحله دعم بكام لاعب في فتره الانتقالات الشتويه؟ اربع لعيبه. يعني جبنا احمد رضا باك ليفت من وادي دجله، وجبنا حازم مرسي من الاسماعيلي راس حربه، وجبنا طارق سامي من الجونه سيردي باك، وجبنا ابراهيم عايش من اسوان لعيب ديفندر يعني صانع لعبي. كان في لعيبه كتير دايما بتطلع من الاهلي والزمالك معارين في الزحمه اللي احنا كنا شايفينها بتاعت الانتقالات دي، غزل المحله ما كانش عينه على حد من اللعيبه اللي في الاهلي والزمالك؟ لا والله، يعني هو الاختيارات كلها كان الكابتن عبد هو يعني معظم اللعيبه دي هو عارفهم كويس قوي، وهو اللي طالبهم بالاسم يعني. احنا اشتغلنا على المجموعه دي الحمد لله، يعني عشان يبقى انت حضرتك عارف ان الدور الثاني بيبقى صعب جدا. صح. فهو ده اللي الكابتن عبد طلبه، واحنا الحمد لله اشتغلنا عليه، واللعيبه دلوقتي الحمد لله موجودين معانا. هايل. كابتن صابر، حاسس ان الفرقه دلوقتي في وضعيه كويسه في جدول ترتيب الدوري قبل بدايه الدور الثاني تخليه يبقى مطمن شويه، عشان دايما غزل المحله بتبقى بداياته جيده جدا ورائعه في الموسم وبعد كده يعاني في الدور الثاني في الترتيب في جدول الدوري وفي صراع الهبوط، حاسس ان الامور دي مش هيعيشها غزل المحله الموسم ده؟ ان شاء الله كابتن كريم، يعني احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا ما نعيشهاش، لان كان وضع صعب جدا السنه اللي فاتت. صحيح. اللي كان يعني احنا استنينا يعني المواجهات المباشره ما بيننا وما بين الجونه،
على اخر ماتش في الدوري، انما الحمد لله احنا وضعنا الحمد لله دلوقتي يعتبر بالنسبه لنا مطمئن، انما احنا يعني احنا عاوزين نحط نفسنا في مكان احسن كمان عشان ما يحصلناش اللي حصل السنه اللي فاتت، يعني لان كان الوضع بالنسبه لنا صعب جدا، واحنا الحمد لله يعني انت حضرتك عارف احنا نادي جماهيري والحمد لله الناس يعني دعمك كويس او الجمهور السنه دي داعم الفرقه كويس قوي، واحنا ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين مش عاوزين نحط نفسنا في الوضع ده، احنا بنبص المركز يكون يليق بنادي غزل المحله السنه دي يعني. صحيح صحيح. كابتن صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. غزل المحله عامل موسم محترم جدا، سواء لما كان مع بابا فاسيليو او مع الكابتن عبد الباقي جمال، كانوا عاملين سواء بابا فاسيليو او الكابتن عبد الباقي اداء رائع جدا ومميز جدا لغزل المحله. هي الفكره بس ان غزل المحله في الاستمراريه، يعني دايما بداياته في الموسم بتبقى بدايه جيده. الموسم الماضي بدا بدايه رائعه جدا، الموسم الحالي بدايه رائعه جدا، الفكره دايما بتبقى في الدور الثاني. وخد بالك الدور الثاني دايما هو صعب جدا على كل الانديه لعده اسباب. اول اسباب طبعا امور بدنيه في نهايه الموسم غير اول الموسم. تاني الاسباب انه تحديدا اللعيبه اللي بتبقى بعيده عن الاهلي والزمالك بتبدا مباشره مع نهايه الموسم اخر مباراه بتبدا تبص على العروض، فبتبدا تركيزها يقل، دي تاني حاجه. تالت حاجه ان الفرق كلها ما بتبقاش عايز تخسر، مفيش فرقه بتبقى داخله مستهتره بمباراه، كل الفرق داخله عشان تكسب، فكل الطموح واحد وكل الاهداف واحده، فالامور بتبقى اصعب بكتير. الشاطر اللي بيعرف ينهي زي ما بدأ.